آخر المستجدات في قيام طائرة مسيرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ باتجاه مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح، وأدت هذه الغارة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة، وتم وصول الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى وأدخلت إلى غرف الاستقبال والطوارئ، ومن ثم ستجرى يعني عدة عمليات لعدد من المصابين بسبب حالتهم الخطيرة كما وصفت المصادر الطبية هنا في مستشفى شهداء الأقصى. أيضا يتواصل القصف الجوي والمدفعي أيضا على المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة دير البلح، وهذه المدينة التي تتعرض للقصف الجوي والمدفعي منذ عدة أيام بوتيرة عالية نتيجة توسيع وتعميق الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي عملياتها داخل على مشارف مدينة دير البلح وعلى المناطق الشمالية الغربية من مدينة خان يونس. وأيضا هناك بلاغات وأوامر إخلاء جديدة، ووفق بلدية دير البلح فإن الأوامر الإخلاء الجديدة تقدر أعداد المواطنين الذين سينزحوا من تلك المناطق الغربية من مدينة دير البلح بنحو 100,000 مواطن ومواطنة سيغادروا منازلهم وباتجاه المناطق الغربية من مدينة دير البلح، وبالتالي تقول البلدية بأن عمليات النزوح الجديدة ستعمق الأزمة الإنسانية تعمل على إخراج نحو 20 مركز إيواء عن الخدمة نتيجة إصدار الأوامر الجديدة من قبل الجيش الإسرائيلي للمنطقة الغربية من شارع صلاح الدين للمواطنين بضرورة إخلاء منازلهم. فبالتالي الأمور صعبة وخطيرة في مستشفى في مدينة دير البلح جراء الأوامر الإخلاء الجديدة من قبل الجيش الإسرائيلي. أيضا مستشفى شهداء الأقصى ووفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن أوامر الإخلاء الجديدة لا تبعد كثيرا عن مستشفى شهداء الأقصى وتقدر بنحو كيلو متر، وطالبت بضرورة توفير الحماية لطواقم الإسعاف وللرعاية الصحية وللمرضى وللنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى، وطالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل من أجل حماية كافة الأطقم في مستشفى شهداء الأقصى. فبالتالي توسيع العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة دير البلح سيفاقم المعاناة الإنسانية والمعاناة الصحية وعلى كافة الأصعد بالطبع، لأن عملية الإخلاء ستعني نكبة جديدة بالنسبة للفلسطينيين، ترك منازلهم يعني عدم إخراج أو يعني أخذ ممتلكاتهم معهم، ستكون هناك صعوبة كبيرة لأن الجيش الإسرائيلي لا يمهل الناس كثيرا وغالبا ما يقوم فورا بعمليات القصف المدفعي والجوي على مناطق متفرقة من مدينة دير البلح، وبالتالي الناس تهرب وتفر من المنطقة باتجاه المناطق الغربية من مدينة دير البلح على اعتقاد بأنها أكثر أمنا. فبالتالي في وسط قطاع غزة وداخل مدينة دير البلح لا يوجد أي مكان آمن ولا حتى تحت علم الأمم المتحدة التي تم استهداف مقراتها ومدارسها ومراكز اللواء. فبالتالي الوضع صعب وقاسي جدا في وسط قطاع غزة. أيضا الغارات الجوية الإسرائيلية استمرت على المناطق الغربية من مدينة دير البلح عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيمة للنزوح، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني واحد وإصابة آخر بجراح مختلفة. أيضا امتد القصف إلى مخيم المغازي عندما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلا داخل مخيم المغازي للاجئين، وأسفر ذلك عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. كانت هناك أيضا غارة إسرائيلية ثالثة استهدفت مخيم النصيرات واستهدفت شقة سكنية، مما أسفر عن إصابة 15 فلسطينيا بجراح مختلفة، وتم نقل للإصابات إلى مستشفيي شهداء الأقصى ومستشفى العودة. ووصفت المصادر الطبية جراح 9 من المصابين ما بين متوسطة إلى خطيرة، وتم إدخال عدد من هذه الحالات إلى غرف العمليات. بالطبع أيضا المناطق الشمالية من مخيم النصيرات هي الأخرى تتعرض للقصف المدفعي والجوي ومن قبل مسيرات إسرائيلية. منطقة المغراقة، وادي غزة، مدينة أبراج الزهراء، هذه مناطق مفتوحة يصعب الوصول إليها، حتى سيارة الإسعاف لا تتمكن من الوصول إلى تلك المناطق، وفي بعض الأحيان تم إطلاق النار على سيارات الإسعاف لمنع إجلاء المصابين أو انتشار الشهداء من تلك المناطق.